من جماهير النادي الاهلي، وهو معاك يا ليس اهو علشان تتكلم معاه بالشكل بقى اللي انت شايفه، لان هو عامل انجاز طبعا كبير جدا النهارده. كابتن حسام البدري معاك. الو كابتن حسام، سلام عليكم، الف الف مبروك يا كابتن حسام. الله يبارك فيك يا محمد، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ ربنا يكرمك. يعني زي ما قلت الكابتن سيد وقلت الكابتن محمد، انتوا فعلا كنا منتظرين الفرحة اللي انتوا عملتوها النهاردة دي يا كابتن حسام. تتخيلش طبعا، اكيد انتوا معنا بس بقلوبكم، الاجواء اللي فيها مصر اليومين دول وما حصلتش في تاريخ مصر كلها من يوم ما ربنا خلق مصر، ولكن انتوا شمعة نورت مصر كلها النهاردة. الشعب فرح، الناس فرحانة، الناس مبسوطة يا كابتن حسام. الشوارع كانت فاضية من الساعة 12 الظهر، دي شوارع فاضية، الناس كلها مكتظة في المقاهي وفي الكافيهات وفي البيوت. ما تتخيلش لحظة لما الأهلي كان بيجيب جول يا كابتن حسام، الأصوات عاملة إزاي؟ كأنك في استاد القاهرة ومئة ألف صوت فظيع، انفعالات. فعايز أقول لكم يعني لو تتقبل مني، أنا بقول لك دي تحيات كل المصريين، مش جمهور الأهلي بس، كل المصريين يا كابتن حسام. الله يخليك يا محمد، وصدقني أنا بأكد إن في كل مباراة واحد بيفوز أول شيء صدقني بتذكره بعد ما بطلع من المباراة، بسأل على فرحة الناس في مصر، بسأل على ردود الأفعال، بسأل الناس بتعمل إيه، لأن ببقى سعيد جدا لما لعيبة وأنا والجهاز اللي موجود معايا نقدر نرسم بسمة على الشعب في الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها دي. ده صح. فدي أول شيء أنا بطمن، وببقى سعيد جدا كل ما بتجيلي أخبار على فرحة الناس وردود الفعل والمسجات اللي بتجيلنا، ببقى سعيد جدا بالفرحة اللي أنا بحسها. والله يا كابتن حسام، يعني أنا بقول لحضرتك لو كنت أقدر أصور لك حاجات وأوريها لك، الانفعالات كمان تحس الناس مكبوته يا كابتن حسام. والكوره بس بتاعت سيد حمدي لما جابها جول، انفعالات وصريخ وصويت واحضان وحاجه، تحس فعلا محتاجين ده، احنا محتاجين الفرحه دي. يعني تحس ان احنا ان انتوا حاسين بينا، فانتوا اجتهدتوا قوي وربنا اداكوا. يعني اكيد طبعا انا بقول لك احنا بنبقى سعداء، وبيبقى شيء مشترك بيننا كلنا. يعني بنبقى موجودين مع بعض بعد ما نطلع، بنبقى راكبين في اتوبيس او موجودين في حوره الملابس، اول سؤال بنقعد نساله، بنقعد نسال على انطباعات الناس وردود الافعال والناس مبسوطه ازاي. النهارده كنا بنسال وعرفنا ان الناس موجوده، قالوا لك في يعني المقاهي كلها مكتظه بالناس. بنبقى سعداء جدا، وفي نفس الوقت ردود الافعال، واحنا بنبقى يعني سعداء ان احنا بنبقى الاداه اللي بتسعد الناس. فانا بشكر ربنا ان احنا بنبقى السبب في الفرحه دي. في نفس الوقت انا برضو بنتهز الفرصه عشان اهني جمهور مصر، واهني جمهور النادي الاهلي بصفه خاصه، جمهور مصر بصفه عامه، وفي نفس الوقت بشكر لاعبتي، لان اكيد الظروف اللي احنا بنعيشها صعبه. وقلت يا محمد عاوز اقول لك يعني الفتره اللي فاتت دي بنتابع الاحداث، وانا سامح ان يبقى في متابعه للناس، بتكلم اهاليها، بتكلم اولادهم، اكيد قالوا اكيد على الاوضاع. انا نفس الكلام، وفي نفس الوقت وقت ما بيبقى عندنا شغل بنفصل خالص، بيبقى في تركيز في الشغل، فالشيء صعب جدا. ان ما انا عايز اسالك هنا يا كابتن حسام، انت عملت التوازن ده ازاي؟ ما ده عايز مجهود كبير جدا. يعني التوتر، كل واحد بيفكر في بيته وفي اسرته وفي والده وفي والدته، وفي نفس الوقت انت عايز تركيز شديد في الملعب، في اللي بتحفظه للعيبه، في اللي هينفذوه. برضو انك حضرتك تفصل دي عن دي اكيد خدت منك مجهود، يعني ما جاتش كده. والله ما يعني مش مجهود يا محمد، ما تاخدش مجهود خالص، لان الثوابت انت عارف ان احنا عندنا ثوابت، وانت عارف بتبقى انت في وسطينا وعارف ان في ثوابت موجوده عندنا. وقت الشغل بيبقى فيه شغل، وقت ما بيبقى فيه حتى مناقشه عامه في اي حاجه بنسمح بيها، وبيبقى الحوار موجود بيننا وبين اللاعبين، بنبقى يعني قاعدين مع بعض، وهم بيبقوا قاعدين في وسطينا بنتكلم وبنتناقش، وجهات النظر بنقولها. لكن وقت ما بيكون فيه شغل على طول بيبقى فيه تركيز كبير، وفي نفس الوقت يمكن ده اللي انا قلته للعيبه، من حقكم ان انتوا تتكلموا، من حقكم ان انتوا تتناقشوا، لكن في منتهى التركيز، وده اللي انا بشوفه. ما بيبقاش محتاج مني مجهود، لان بالفعل لما بكون في محاضره، اما بكون بتفرج على سي دي للفريق الاخر، اما بكون انا بتكلم على حاجات تفصيليه بيبقى فيه تركيز، اما بنبقى موجودين في التمرين بيبقى فيه تركيز، اما بيبقى وانت راجع في الاتوبيس من حقك تتكلم وكلنا نتناقش، ففي فصل في الحته ديت. فهي دي الثوابت اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي والجائزه، ويكفي ان نائب السفير المصري في اليابان هنا اللي مقيم معانا في الفندق نفسه قال انا لا استشعر ان هناك فريق موجود في الفندق. يعني استغرب دول لما ما شفتش اللعيبه، ما بشوفش حد الا وانتوا نازلين على التمرين بس. في التزام، وهي دي الثوابت الموجوده، وبتبقى سبب من اسباب النجاح الحمد لله. تمام تمام. كابتن حسام عايز اسال حضرتك سؤال، يعني اكيد النهارده بفضل الله
بعد مكسب النهاردة الطموح زاد، الطموح قدامي في رسائل غير طبيعية كم رهيب، الطموح وصل للفاينل. من حق جمهور الأهلي يحلم بده ولا أنت وجهة نظرك إيه ككوتش للفرقة؟ لا يحلموا وأنا حسعى، أنا حسعى أن أنا أحقق الحلم. هو صعب وعندنا مباراة صعبة جدا، لكن أنا حسعى. أنا بقولك بمجرد ما هخلص معاك دلوقتي هبتدي اطلع اتفرج على الفريق، هبتدي اذاكر، هبتدي اعمل الواجب بتاعي زي ما انا قلت في المؤتمر. في هوم وورك انا بعمله طبعا زي ما بنعمل مع كل مباراه، فهنبتدي من حقنا نحلم، هنسعى. عندنا القدره باذن الله، لعيبه قادره باذن الله. هتبقى مواجهه صعبه جدا ومنافسه صعبه جدا مع فريق البرازيل كريانسيز، لكن انا بقول احنا قادرين باذن الله. ومجرد لو عدينا الماتش الجاي، وده اللي قلته في الاتوبيس، قلت لهم يا رجاله احنا بنعدي الماتش الجاي بنلعب النهائي. تاريخ هيبقى ليكوا، واضافه انا واثق ان هم هيبقى عندهم تصريب كبير، لكن بنتمنى توفيق ربنا، لكن هنسعى وهنجتهد، ربنا يسهل باذن الله. لك تعليق على التحكيم؟ غير جيد طبعا. ايوه كده، اصل الاول كابتن سيد اداني اجابات دبلوماسيه، وبعد كده كابتن محمد يوسف. لا بصراحه بالذات المساعد يا كابتن حسام، معلش مع احترامي، لا طبعا لا تحكيم غير جيد طبعا. المساعد كمان غريب جدا يعني في كذا كوره، مش في كوره واحده. بس الحمد لله. طبعا والحمد لله على كل شيء، لكن بصراحه المساعد كان غريب جدا يعني، كنت قاعد بتفرج مندهش يعني. انا بشكرك على متابعتك، وان شاء الله كان انا كنت في قناه الاهلي قريب، وقلت ان شاء الله ان انا اقبل دعوتك، لان ان شاء الله بقى في القاء قريب معاك او لما ارجع مصر باذن الله. كابتن حسام تنور الدنيا كلها، والف الف مبروك. شكرا كابتن حسام. ايهاب. الو. ايوه ايهاب. يا محمد انت شغال مكوكه.